عبد الرحمن العوضي صاحب مزرعة البحيرة. حب الزراعة مهم يكون في حياتنا حتى يغير نفسياتكم، وتشوفون النقاوة في بيوتنا إذا زرعنا بعض النباتات اللي تنقي الأجواء داخل البيوت. وايد يسألون أبو عثمان شنو أزرع ووين أزرع؟ كثير من الأحباب عندهم حدائق مفترض يزرعون، زين واللي ما عنده حديقة يزرع داخل البيت، يزرع حوش سرداب، يزرع بالسطح، يزرع بالحوش، كيفكم. المهم تزرعون، لأن الزراعة تنقي الأجواء عندكم ونفس الوقت تترك عندكم نفسيات جميلة جميلة جميلة. نصيحتي اختيار النبات اسألوا أهل العلم أساس تختار النبات الصح. أنت به ظل، أنت به ثيل، أنت به سياج، أنت به فاكهة. أفضل أوقات الزراعة طبعا دائما نزرع بداية الشتاء، أساس الشجرة تتمكن عروقها من الأرض فترة الشتاء والربيع والخريف، بحيث لما ييها الصيف يكون متمكنة في الأرض. معناته إحنا نبدأ الزراعة 9 و10 و11 من أحلى ما يكون. واختيار النبات هم مهم، لأن عندنا الثيل الآن بدأ يصير عندنا بالكويت تقريبا 3 أنواع جيدة: الثيل الأسترالي، الثيل الأسباني، الثيل الأمريكي. حتى السياج والحين في نبتة أوصيكم فيها اللي هو حق السياج، خاصة عقب ما صارت كلام طويل عريض على الكونكاربس، وهي الكرمونة. سياج رائع ومقاوم وممتاز ممتاز ممتاز، أوصيكم فيه. ترى كل خطوة صغيرة لها أثر كبير.